كان عن كل أطباء البحرين وبالأخص أعضاء الطاقم الطبي الذين ساهموا في تضمين جراحكم، أتقدم إليكم بالشكر، وكذلك أقدم التحية للطاقم الطبي إليكم، وهم يشدون على أيديكم ويباركون كافة الفعاليات التي تقومون بها. وأقدم اعتذار الدكتورة رولا الصفار لعدم تمكنها من الحضور لكونها منشغلة في فاتحة عمتها. نلتقي هذا اليوم تضامنا مع رموزنا السياسية والحقوقية والدينية، سجناء الرأي الذين اقتيدوا إلى السجون والمعتقلات وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والإهانة، وحكم عليهم أحكاما جائرة، وقد نالوا تعاطف المجتمع الدولي فيما حرم هذا النظام من ذلك التعاطف، كما حرم الجلادين وحرم السجانين. وقد وقف هؤلاء، أقصد رموز السلطة والجلادين والسجانين، وقفوا ضد مسيرة التاريخ ومارسوا الانتهاكات ضد الشعب. التوصيات التي احتواها تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مؤتمر جنيف كلها طالبت بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء الذين هم سجناء رأي، وقد سبق أن قالوا بأن ليس لدينا سجناء رأي، وهؤلاء هم سجناء رأي وكل العالم شهد بذلك. كما طالبوا السلطة باحترام حرية التعبير ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، لكن ما يجري على الأرض هو خلاف الواقع، حيث هناك المزيد من الخمر والمزيد من الانتهاكات. طالما عشقنا الحرية فسنسعى لها بالمزيد من الدماء والتضحيات التي لا سقف لها ولا حدود. ورموزنا هم أصدق نموذج على هذه التضحيات، فقد ضحوا من أجلنا من أجل المبادئ التي آمن بها شعبنا والقيم التي ناضل من أجلها هذا الشعب العظيم. إنهم أحرار خلف القضبان، وجلاديهم وسجانيهم يعانون من الذل والهوان، وإن أفلتوا من العقاب مؤقتا فسوف يساقون إلى العدالة صاغرين يوم يعلن الشعب انتصاره، وهذا ليس ببعيد. وكل منتهك لحقوق الإنسان وكل ظالم نهايته معروفة. تحية لكم أيها الأحرار خلف القضبان، والحرية لكم، وتحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.